في الطريق للخروج او الحل للخروج اللي ما عرفناش نستكمله امبارح حقيقة، بس برضو كان حوارنا يعني امبارح جيد. حضرتك ذكرنا نمرة واحد ان نري الله من انفسنا خيرا، نتقارب تقارب الصفوف، حل المشكلات البينية زي ما بيقولوا، وقلنا انه رؤية شاملة لإنقاذ مصر يتفق عليها كل فصائل المعارضة المصرية في الداخل والخارج بكل أشكالها وعدم استثناء أحد. طيب عاوز تعال. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك دكتور حمزة والسادة المشاهدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أؤكد مرة أخرى على ما قلته بالأمس سريعا في نقاط، أنه هذه ليست مبادرة ودي أفكار ولن تكون هي الحل يعني لتخلص المسائل للخروج من الأزمة الراهنة، أزمة مصر بل أزمة العالم العربي بل أزمة الأمة الإسلامية الآن صعبة جدا كثيرة ومتنوعة، لأنه الوضع العام ساعد سواء بعض الأنظمة الإقليمية أو المجتمع الدولي ساعدوا على إجهاض الثورات العربية بشكل أو بآخر. ومن جانب آخر أهل الثورة نفسهم أو من قاموا بالثورة سواء كانوا شبابا أو كهولا أو نساء ورجالا للأسف لم يقوموا بما هو منوط بهم كما ينبغي. يعني إحنا لو تذكر حتى أنه بعض الشباب الذين كانوا في ثورة يناير لعلك تذكر أنه استقطبهم بعض رجال الأعمال وذهبوا إلى مقدمي برامج في قناة سويرس وغيره إلى آخره، فللأسف استطاعوا أن يكتذبوا هؤلاء الشباب بشكل أو بآخر. ومن ثم أقول أن المسألة هي شديدة التعقيد، تحتاج تكاتف الجهود، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأؤكد مرة أخرى أن ربنا سبحانه وتعالى حينما يجد منا جميعا بكل أطيافنا وبكل فصائلنا جهدا مبذول في الاتجاه الصحيح، وأنا قلت امبارح إذا وجد المؤمن الصحيح، حتى المؤمن مش شرط يا سيدي يكون مسلم، يعني حتى لو مسيح مؤمن بقضيته، يعني ممكن يكون مؤمن بقضيته ويأخذ بالأسباب الصحيحة ويقرأ تجارب السابقة وينظر إلى التجارب الناجحة. ومن ثم أنه أنا أرى في النقاط اللي طرحت وهي عناوين رئيسة ليست، خلينا نفككها لما قلنا فكرة بسرعة كده سريعا عشان ربما ما حد شافنا امبارح يشوفنا بسرعة، أن نري الله من أنفسنا خيرا، يعني اللي احنا نبذل قصارى جهدنا بقدر استطاعتنا، كل حسب قدراته وإمكانياته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. وتقارب الصفوف البعض ربما كما قلنا بالأمس بيقول أنه أصبحت قصة ملهاش معنى، بقول لا ده هي لها معنى ومهمة ولازم نعمل عليها ولا يمكن استبعاد أحد. الرؤية الشاملة اللي هي تجمع كل شيء على المستوى الاقتصادي على المستوى السياسي على المستوى الشباب على المستوى الإنساني، حقوق إنسان، أنت عندك معتقلين بيعذبوا كما أنت تقول وما نشاهده ونلاحظه. فإذا لابد أن تكون رؤية شاملة متنوعة ويجلس عليها متخصصين، وأنا قلت هذه الرؤية الشاملة لا تكون إلا من خلال سينك تانك، يعني فكرة أنه مراكز أبحاث وهي موجودة، يعني عشان ما نقولش ده لسه هنعمل مراكز، لا في مراكز أبحاث موجودة. ودي هتعمل إيه؟ هنقعد دي هتعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ هنطلع بإيه؟ لا ما هو لازم تصنيف الأولا رصد المشاكل. أنا كل كلامي على فكرة ليس متعلق بالسيسي، ماليش علاقة بالسيسي دلوقتي، أنا بتكلم بوضعنا إحنا، وضع المعارضة وخصوصا في الخارج، لأنه الداخل مكبل. الناس دي بتشوف بتنتقي مجموعة من الأفراد وخصوصا الذين يتحمسون لإعادة الروح مرة أخرى، ويجلسوا كل حسب تخصصه، وهذه المراكز البحثية بتقوم بعمل ورش عمل لكي تضع رؤوس وبرنامج عمل للتحرك في المرحلة القادمة. أؤكد مرة أخرى أن هذا الكلام هو رؤوس موضوعات، هذه الموضوعات طيب، بس لازم نتكلم في تفصيل. أنت الآن بتقول أن والله الناس هتقعد تطلع في ورش عملها الدكتور أيمن نور ودعا إليها مع التحالفات الموجودة عبر أوروبا وغيرها، المفروض صحيح. الرأي العام يعرفها أو هل مثل هذا تريد؟ مثل هذا، ولكن أنا أريد وأؤكد أنه لابد من إعطاء الشباب جرعة أكثر،
بمعنى ان هم الذين يقودون المرحله. طيب. يعني الناس عموما يا دكتور حمزه زهقوا شويه من نفس الوجوه التي سليم. كانت ربما شاركت في الازمه وما زالت هي التي تريد ان تحل هذه الازمه، ربما بتحدث مشكله. طيب ننتقل الى انا رايي ان ده مهم. لو ادركنا ان المشكله ان نفس العقليات عندها مشكله زي حالاتي مثلا او يعني غيري، فلا ما هي خلاص لا مش خلاص اصل هو يتركوا الطاوله لغيرهم. لا انا ما بقولش اتركوا في نقطه، نحن يتركوا اداره الملف ويخلوا الاداره لغيرهم. بمعنى انا اقصد برضو نحن لا نتحدث عن النظام الشيوعي اللي هو ايه الناس اللي بيجوروا في السن بيخلصوا منهم الخيول، مش قصدي كده. انا برضو مش قصدنا كده. مش قصدي النهاية في جيل لازم يستلم. بالظبط، جيل لازم يستلم، وهذا الجيل لابد ان يتدرب بشكل او باخر سليم. وبشكل علمي تمام، والكبار او الناس اللي لها خبره يبقوا لجنه خبراء. يا اخي مش غلط يعني مش عيب. مش عيب.